النهارده يا جماعه جايين نتكلم معاكم عن التشخيص، كل ما يخص التشخيص النزله المعويه وكل ما يخص علاج النزله المعويه، سواء كان علاج الاعراض او علاج المرض نفسه. لكن بعد الفاصل انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أحمد عطية الدهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية وباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول. النهاردة جايين نتكلم معاكم يا جماعة عن النزلة المعوية، هنتكلم عن الأسباب، التشخيص، العلاج. لما نيجي نتكلم عن التشخيص، لما نيجي نقول تشخيص النزلة المعوية، لازم نعرف إن النزلة المعوية دي هي عبارة عن عدوى. هذه العدوى قد تكون عدوى بكتيرية، قد تكون عدوى فيروسية، قد تكون طفيليات في الأمعاء. كل هذه أسباب للنزلة المعوية. طب إيه هو العرض اللي مفروض بيكون موجود عند كل الناس؟ يعني أنا مثلا وليكن إمتى أفترض إن عندي نزلة معوية؟ أفترض إن عندي نزلة معوية إن إحنا يكون عندنا إسهال. يعني إمتى ما يجي البيشنت في العيادة عندي ويقول لي أنا عندي إسهال، يبقى كده أبدأ أفترض من ضمن الاحتمالات نزلة معوية. قد يكون مصاحب مع النزلة المعوية دي سخونية، قد يكون ترجيع، قد يكون في شوية تقلصات أو مغص، دي كلها حاجات. يبقى لما نيجي نشخص النزلة المعوية نقدر نقول إن هي عبارة عن إسهال بيصاحبها بعض الأعراض الأخرى زي السخونية، الترجيع، المغص. دي كده بالنسبة للتشخيص. الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية بننصح كل الأطباء إن هم قبل ما يقولوا إن دي نزلة معوية يعملوا فحص البطن. ليه نعمل فحص البطن؟ عشان نتأكد إنها مش مشكلة جراحية. بصوا يا جماعة، أي حد بيكون عنده نزلة معوية يعني عنده إسهال، فالشخص عنده إسهال بيبقى عرضة للجفاف. علشان كده بنصح كل الناس بلا استثناء، لو أنت عندك نزلة معوية أول حاجة لازم نعوض الجفاف، ودي تاخدنا في نقطة العلاج. دكتور، اعراض الجفاف بشكل بسيط، قبل ما نتكلم عن العلاجات لازم نتكلم عن اعراض الجفاف. اعراض الجفاف تلاقي لسانه ناشف، جلده ناشف. يعني ايه جلده ناشف يا دكتور؟ اعرفها ازاي دي؟ يعني انت لو مسكت بطنك كده وشدتها لبره، بدل ما هي الطبيعي ان هي بتخش بشكل سريع، لو شدتها لبره تبدا تخش بشكل بطيء جدا. لما تيجي تخش بشكل بطيء جدا كده تبقى تعرف ان انت جلدك ناشف، يبقى انت عندك جفاف. يبقى لسانه ناشف، جلده ناشف. لما تيجي تسأله عن كمية البول يقول لك قليلة، بيعمل يعني البول عنده صعب جدا. عشان كده من ضمن برضو الأعراض اللي احنا نأكد ان هو عنده جفاف ان هو كمية البول بتاعته قليلة، تلاقي عينيه داخلة لجوه قوي عن الطبيعي بتاعه، يعني تشوف وتلاقي عينيه داخلة لجوه. يبقى بشكل بسيط كده ما نيجي نقول أعراض الجفاف، نقول أعراض الجفاف أربع حاجات أساسية: لسانه ناشف، جلده ناشف بيرجع بصعوبة لما تشده لبره، عينيه داخلة لجوه، كمية البول بتاعته قليلة لما تيجي تسأله عن كمية البول اللي هو بينزلها. لو عدوى فيروسية كده كده بتتحسن في خلال أسبوع، من أسبوع لعشر أيام حد أقصى كده كده بتتحسن، ولا نستخدم المضادات الحيوية على الإطلاق. أنا بستغرب لما يجيلي في روشتة حد عنده عدوى فيروسية ومكتوب له مضاد حيوي. طب كاتب له مضاد حيوي على إيه يعني؟ فرجاء يا جماعة عايزين نفهم، احنا دلوقتي القناة بتاعتنا ديت لزيادة الوعي الطبي، ان احنا نوعي الناس بشكل مستمر، ان هي تعرف شوية في التشخيص، مش بنقول اللي تعرف بنسبة 100%، تعرف شوية في العلاجات. ليه؟ ما تعرف الحاجات ديت لا تقع تحت طائلة النصابين او الناس اللي عاملة بيزنس مع شركات ادوية علشان تبيع لها ادوية او منتجات وبس. علشان كده يا جماعة عايزين نقول اول حاجة، ما نيجي نتكلم النزلة المعوية لو هي عدوى فيروسية يبقى ما بنعالج الاعراض فقط، ولا نستخدم المضادات الحيوية، وكده كده بتتحسن في خلال من أسبوع لعشرة أيام حد أقصى. احنا دلوقتي العدوى الفيروسية بنتعامل معاها ازاي؟ لكن يا دكتور بشكل بسيط قوي، حضرتك اعرف ازاي العدوى دي عدوى فيروسية؟ بشكل بسيط يا جماعة، لو بنشخص العدوى الفيروسية بنقول ان هي ان هو كده كده في التلات حالات، سواء كانت عدوى فيروسية او عدوى بكتيرية او طفيليات، في كلا الحالات في اسهال. لكن علشان بقى نميز ما بين العدوى البكتيرية والعدوى الفيروسية والطفيليات،
نقدر نميز الموضوع ده بشكل بسيط قوي، ان تلاقي في حالة العدوى الفيروسية في شوية سخونية بسيطة، في شوية سخونية بسيطة مع والمريض تلاقي حالته العامة جيدة، يعني ما فيش اي اعراض، الاعراض الكتيرة اللي تخوفه، فقط شوية سخونية بسيطة مع شوية اسهال، خلاص ده نقدر نقول عليه عدوى فيروسية. عدوى البكتيرية نعرفها ازاي؟ الراجل ده بيكون عنده سخونية عالية جدا، زائد المريض حالته العامة غير جيدة، سخونية، ضعف عام، ارهاق، تلاقي بيبقى باين في الحالة بتاعته، زائد احيانا يكون موجود فيه دم في البراز، واحيانا يكون غير موجود دم في البراز، فدي هي العدوى البكتيرية. طب ازاي بقى، طب الحالة دي بنعالجها ازاي؟ بنعالج العدوى البكتيرية من خلال مضاد حيوي، وبنعالج الاعراض اللي موجودة. سؤال دلوقتي بقى بيطرح نفسه، يا دكتور طب انا لو ما خدتش مضاد حيوي اثناء العدوى البكتيرية اللي هي موجودة عندي، هل انا ممكن اتحسن من النزلة المعوية اللي موجودة عندي؟ بكل بساطة الاجابة قد يتحسن صاحب العدوى البكتيرية من النزلة المعوية بدون مضاد حيوي. لكن الحالة بقى الثالثة اللي هي تاخدنا بقى الحاجة الثالثة اللي هي الطفيليات في الأمعاء. دكتور هنعرف الطفيليات في الأمعاء إزاي؟ هنعرفها من خلال تحليل البراز. بالفعل بيبان في تحليلة البراز إن فيه طفيليات، يعني التشخيص الوحيد للطفيليات في الأمعاء من خلال تحليل البراز. علشان بس ما حدش أي يجي يقول لك أي كلام، يبقى إحنا قلنا العدوى البكتيرية تبقى عبارة عن إيه؟ قلنا العدوى الفيروسية عبارة عن إيه؟ قلنا الطفيليات بنعرفها إزاي؟ من خلال عينة براز، من خلال عينة براز نقدر نعرف ان في طفيليات في الامعاء. طبعا بالنسبة للاعراض اللي موجودة عندنا بيكون في اسهال بدون قيء او سخونية، احيانا مع دم او مخاط، التشخيص بنشخصه من خلال عينة براز. العلاج بتاعنا بنحتاج علاج للديدان وعلاج للاعراض. دلوقتي نمسك موضوع العلاج ده ونتكلم واحده واحده. حضرتك يا دكتور قلت مضادات حيويه بنستخدمها في حاله العدوى البكتيريه، ما بنستخدمهاش في حاله العدوى الفيروسيه او في حاله الطفيليات اللي موجوده في الامعاء، لكن واتكلمت حضرتك بنعالج الاعراض، حضرتك سبت لنا الموضوع كده مش واضح لينا، الكلام غير واضح بالنسبه لنا. طب تيجي نمسك نقطه نقطه، احنا اتكلمنا دلوقتي يا دكتور طب هل بنحتاج لعلاج طارئ في النزله المعويه؟ يعني في حاله النزله المعويه بنحتاج لعلاج طارئ؟ يا جماعه الشيء الوحيد اللي بيحتاج الى علاج طارئ في النزله المعويه هو علاج الجفاف، علشان كده بنفضل ان احنا نستعمل مثلا محلول ملح زي رينجر عشان نصحح نسب الاملاح في الجسم، وبالتالي علاج الجفاف في الجسم. يبقى ديت الحاجه الاولانيه. بعد كده بقى نتكلم عن حضرتك يا دكتور سبت لنا برضو الدنيا عايمه كده، طب تعالوا بقى نتكلم واحده واحده بقى في كل المضادات الحيويه. احنا دلوقتي قلنا المضادات الحيويه نستخدمها في العدوى البكتيريه فقط، اما العدوى الفيروسيه اللي نستخدم فيها المضادات الحيويه، وفي الامبرس يعني سواء كانت عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه بتاخد من 7 ل 10 ايام وبتروح حتى لو ما استخدمناش مضادات حيويه. لا في حاله فقط الطفيليات او ديدان في الامعاء لا بنحتاج ان احنا نعالج الديدان اللي موجوده في الامعاء وزائد علاج الاعراض. دلوقتي يا دكتور ايه الحاجات اللي احنا المفروض هنكتبها في الروشته بتاعتنا؟ الروشته بتاعتنا يا جماعه تبقى كالاتي. اول حاجه بالنسبه لروشته النزله المعويه نكتب حاجه اسمها سيبرو فار، ده تابلت، ده راس مضاد حيوي، بنكتبه مضاد حيوي قاتل للبكتيريا. يعني في حالة العدوى البكتيرية فقط نستخدم المضاد الحيوي، أما في حالة العدوى الفيروسية لا نستخدم المضاد الحيوي. طب يا دكتور زي ما قلت كده وبعيد، لو إحنا ما استخدمناش خالص المضاد الحيوي في حالة العدوى الفيروسية أو حالة العدوى البكتيرية، الحالة بتاعتنا هتتحسن؟ أيوه الحالة بتاعتنا بتتحسن. يبقى سيبروفار أول حاجة، أو المادة الفعالة بتاعتنا، ما نيجي نكتب يفضل نكتب المادة الفعالة سيبروفلوكساسين، دي المادة الفعالة بتاعتنا، أورس مرتين يوميا. ده اول حاجه في الروشته بتاعتنا. زي بس قلنا لو احنا ما استخدمناهوش هل يضر؟ لا. فقط الحاله الوحيده اللي احنا بناكد ان احنا نستخدم فيها هذا المضاد الحيوي في حاله الفطريات، زي ما احنا قلنا كده لو في حاله في ديدان في الامعاء او كده بنستخدم مضاد حيوي. تاني حاجه بقى نكتبها في الروشته بتاعتنا النهارده اللي هي الكيتوفان. الكيتوفان خفض للحرارة مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهابات. قرص 3 مرات يوميا. ده كده بالنسبة للكيتوفان. طبعا ده عبارة عن أقراص، قلنا قرص 3 مرات في اليوم. تالت حاجة احنا برضو بنستخدمها في الروشتة بتاعتنا
لو احنا عندنا ترجيع بنستخدم حاجة اسمها البريم بران. البريم بران ده تابلت، ده البريم بران، وبناخد حاجة معاه كمان اللي هو الستريبتوكين. ستريبتوكين، الستريبتوكين ده تابلت، ده قرص 3 مرات يوميا. ده قاتل للأميبا ومضاد للإسهال، ده قاتل للأميبا ومضاد للإسهال. يبقى احنا كده قلنا الروشتة بتاعتنا، احنا كده اتكلمنا على الروشتة الطبية اللي تتكتب في العيادة بتاعتنا. بس احنا قلنا المضاد الحيوي، حتى عملنا بلون مختلف اهو. المضاد الحيوي مش شرط ان احنا نستخدمه في العدوى البكتيرية او العدوى الفيروسية، برغم ان هو للبكتيريا ممكن قد نحتاج نستخدمه للبكتيريا، لكن لو ما استخدمناهوش كده كده المشكلة بتروح في خلال من 7 أيام إلى 10 أيام. لكن الحالة الوحيدة اللي بنستخدم فيه ده نستخدمه في حالة ان احنا عندنا ديدان في الامعاء، ويبقى بناخد حاجة مضاد مسكنة ومضاد للحرارة، مسكن وخافض للحرارة ومضاد للالتهابات زي الكيتوفان تابلت، وده قرص 3 مرات يوميا. وبناخد البريمبران تابلت، ده قرص مرة يوميا، من مرة لمرتين يوميا. والستريبتوكين حاجة قاتل للأميبا ومضادة للإسهال، وده بناخده قرص 3 مرات يوميا. في نهاية الفيديو يا جماعة، لو حسيت ان انت استفدت، حتى لو استفادة بسيطة بالفعل او اول معلومة مرة لاول مرة تاخدها، حاول قدر الامكان ان انت تنشر هذا العلم من خلال ان انت بشكل بسيط تعمل مشاركة لاصدقائك وحبايبك، فالدال على الخير كفاعله. دي كده النقطة رقم 1. ما تبخلش علينا بلايك بكومنت، لو عندكم اي اقتراحات لفيديوهات عايزين نتكلم فيها، بحيث ان احنا ننشر الوعي الطبي بشكل مستمر، بحيث ان احنا لا نقع تحت طائلة النصابين. شكرا ليكم، كان معاكم الدكتور احمد عطية الدهشان، رئيس الجمعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية والباحث في العلوم الطبية الحيوية في اسطنبول. دمتم بصحة وعافية.